وقفة مع الدكتور محمد نوح القضاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى وقفة جديدة من وقفات حياتنا نقفها في شهر الله المعظم، في شهر رمضان المبارك، الشهر الذي يطلع الله عز وجل على كل واحد منا فيتباهى بكم بأمام الملائكة فيقول: انظروا إلى عبادي يدعون طعامهم وشرابهم لأجلي، اشهدوا أني قد غفرت لهم. هنيئا لك وانت قاعد بتسمعني الآن، مغفورة ذنوبك، بيضاء صفحاتك أمام الله عز وجل. لكن وقفتنا اليوم بعاداتنا الاجتماعية اللي كلنا بنعملها في شهر رمضان المبارك اللي هي العزايم. احنا كلنا برمضان بنعزم الخوات والعمات والخالات وبنعزم أصدقائنا مع بعض، لكن أحيانا تتدخل النفس أو الشيطان وبصير يقول لك هاي مخاسر وهاي انت دفعت وكلفتك العزيمة كذا ولا كذا. اسمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام، راح تهون عليك كل النفقات اللي بتدفعها، بالعكس راح تتشجع تعمل عزايم برمضان، لأنه دائما وأبدا لما الإنسان بيعرف ما هو الأجر المترتب على العمل بسهل عليه العمل. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الصائم تصلي عليه الملائكة إذا أكل عنده حتى يفرغ أو حتى يشبع. طول ما المضيوف قاعدين عندك وانت نازل تبعث لهم أكل وشرب وقطايف وحلويات وشاي وعصير، طول ما انت قاعد بتفطر فيهم، طول ما هم موجودين في بيتك تذكرون الله عز وجل، تتحدثون بأمور الدنيا، بتضحكوا لحظة وتصلوا على النبي في لحظة أخرى، وتتكلموا بمواضيع الدنيا ومواضيع القرايب والحبايب اللي هي عاداتنا الاجتماعية. طول ما الضيوف عندك، طول ما الصائمين عندك، هنالك ملائكة يوكلها الله عز وجل أن تبقى تستغفر وتستغفر وتستغفر لك ولزوجتك ولأهل بيتك ولأولادك ولبناتك، طول ما الضيوف عنا والملائكة قاعدة تستغفر لنا. يا ترى لو قارنت النفقة اللي أنفقتها على مقابل العزومة في مقابل الحسنات التي جاءتك والسيئات التي أذهب الله عنك، يا ترى مين الكسبان؟ أكيد أنت الكسبان. عشان هيك دي أقول لك شغلة، لما تعزم قوي قلبك واعزم قرايبك واعزم حبايبك، وحتى الأشخاص اللي بينك وبينهم خلاف في شهر رمضان اعزمهم، الملائكة راح تحضر بيتك وتبقى تصلي عليك وتستغفر لك وتحل البركة في بيتك وأولادك وزوجتك وبناتك وقوتك ووقتك وقوت أولادك طول ما الضيوف عندك. عشان هيك خلي صدرك واسع وخلي إيدك مبسوطة وخليك من الداخل مطمئن ومرتاح. اللي بتعمله مش لأنه المجتمع يملي عليك هاي العزيمة، لا، انت عملت لوجه الله عز وجل، وأبشر الملائكة تصلي عليك حتى يفرغ من عندك. نسأل الله عز وجل أن يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويتقبل صيامنا، إنه على كل شيء قدير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.